مساء الفل. يا كنت سحبت القبض خلاص؟ يا حبيبتي صرفت حاجه منه؟ لا لا، زي ما هم صرفت فيه، انا سحبته جيت على طول زي ما هم. طب ثانيه واحده، خليكي عندك. ايا ام ايفا. يا حبيبتي احجزي لنا فريق معاكي في الجمعيه. لا لا، كنت هتخش معاكي في الجمعيه. ايوه هبعتهم لك دلوقتي. ايوه يخيبكم. بنتي مش راضيه تتجوز، صرفوا معاها بقى، كلموها منشفه دماغها. يا صباح الخير يلي معانا. الجميل بيعمل ايه؟ بقول لك ايه، سيبيني دماغي مش رايقه بقى. مش عاجبني انت، بالك يومين متضايق ولا؟ بس انا خدت بالي يعني، قلت اما اروق عليك يا ست الكل. خلاص بقى يا كوتة بقى، سيبيني في حالي. لا طبعا مش هسيبك، مالك في ايه كده مش عجباني؟ عموما انا كان السبب يعني، فانا جبت اللي هيفوق. طب خلاص روحي، يلا روحي، مش قادره اتكلم بقى. مين بيحب الحاجات الحلوه؟ يا حلو انت. تعالي بقى اوريكي جبت لك ايه. خلقي في مناخير، مش عايزه حاجه، روحي يلا براحتك هتخلص. لا وعلى ايه؟ استني بصي، ولا ليا نفس ولا عايزه حاجه. ايه ده؟ ها قلبي ده بسكوت بالشوكولاته؟ يا لهوي، حاجه سواريه. دوقي بس، دوقي. حلو حلو، ايه رايك فيه؟ بكام ده بقى؟ مش غالي، انا جبت ربع كده بس ب 105. ايه؟ دول ب 105؟ كام واحده دول؟ ممكن تاكل يا ماما؟ مش لو كنا جبنا كيلو دقيق كان عمل لنا 2 كيلو، كنا كلنا ووزعنا. كنا ديري طنطك ام ايفا، وديري طنطك ام عاطف. يا ماما ايفا، يا ماما عاطف، يا ماما انا جايه اروق عليك يا ماما، تبسطي بقى. خلاص خلاص بالراحه، انا مالي، هي فلوسي ولا فلوسك؟ انا بس كان قصدي ان يا ماما الوحدتين دول مش 20 جنيه. انت عارفه كنا ادينا كمان لطنطك ام محي. خلاص بقى ماما بقى، انت بتزعقيني؟ انا مش هتكلم، انا هسكت خالص عشان كلامي ما بيعجبكوش، كلامي بيقف لكم في الزور. انا هسكت، انا اسفه يعني، بس مش كده، خلينا ناكل بقى. شكرا، تعيشي وتجيبي، شكرا، الف هنا. وكنت عملت لك الوحده كده بقى. انا قايمه ماما، امشي تموتوا ويضحك عليكم، مش ناصحين زيي. ماما نازله مع صحابي، عايزه حاجه؟ عاوز منكم ايه؟ انتوا اللي بتعوزوا. بمناسبة بقى العوزة والزلة والحوجة، أي فلوس كده عشان ناويين نتغدى بيتزا بره. هو يعني الأكل في البيت حرام؟ هيضروا بصحتكم يعني لما تاكلوا في البيت؟ عشان حضرتك النهاردة مش عاملة أكل. ها؟ أنا مالي بقى، كنت قلتي لأبوكي. أنت الخير والبركة برضه. وبعدين خروج يعني مع أصحابي، ليه فترة ما خرجتش خالص أنا من البيت يعني، أي حاجة كده. 100 مرة قلت بلاش أكل بره ده. أطلبها سمول ما تقلقيش. والله كده سمول؟ أمال اللارج بقى تبقى عاملة إزاي؟ كده. دمك سن والله عسل. هاتي بقى. روحي بقى أنت حرة. عايزة حاجة؟ هات لنا ب 10 جنيه طعمية وأنت جاية. في ايه؟ يعني هي البيتزا من بره اللي تعي والطعميه من بره عادي؟ دي طعميه يا اختي، طعميه مش بيتزا. قولي كده بقى، انت مش مشكلتك خالص من جوه ولا من بره، انت مشكلتك عشان ايه بقى؟ قولي لي. ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. محشيه ولا ساده؟ ساده يا اختي. حاضر.